السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. احنا موجودين معاكم النهاردة معرض ابو شهد شبين القناطر للفرز الثاني، وعنده حاجات كمان فرز اول. النهاردة الفيديو حلو قوي قوي وشغله مميز واسعار كويسة جدا. ده طبعا حظ عرايسنا الحلوين اللي هيتجوزوا بعد العيد. يا ريت تتابعوني لاخر الفيديو، ان الفيديو فعلا مميز جدا. وانتي بتتفرجي ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. مساء الخير، ازيك يا ابو شهد؟ مساء النور، كله مش عارفين مكملين معاك بقى بقيه العروض بتاعتنا من هنا. خلينا نقول للناس الاول احنا فين. قالوا بيا شميني قناطر شارع محمد جوار مستشفى البحر. تمام. انت بتاخدي العربيه من كليه الزراعه. من كليه الزراعه لشبين القناطر، بتنزلي الاخر بتخشي من جنب المحكمه. بعد كده لو كلمتيه هتلاقيه هو سهل قوي، يعني انت بتشوفيه اصلا وانت ماشيه. تمام. هنبدا بقى النهارده بعروض الغسالات. سامحونا على الدوشه يا جماعه، احنا على شارع يعني. ان شاء تمام. الله احلى عروض واقوى عروض النهارده في خصم. هنشوف راضي عن الخصم. طب كده ولا ايه النظام؟ هنشوف حضرتك معايا ان شاء الله باذن الله. بصوا يا جماعه، دي كده دي الزانوسي، دي الزانوسي 6 كيلو. بصوا الحاجات بتاعتها، ودي الكرتونه بتاعتها اهي. طبعا هو بيخرجوا فرز تاني عشان الكرتونه بتبقى زي كده. دي فرز اول. فرز اول، بس هي الكرتونه اللي ما شاء الله يعني. بص بقى الغساله نفسها ما فيهاش خدش ما شاء الله، باينه. انا عماله الف حواليها من ساعه ما وقفت. ضمان حضرتك؟ بسم الله ما شاء الله. الضمان اهو، شهاده الضمان اهي. تمام. والخرطوم والحاجات بتاعتها بسم الله ما شاء الله. بصوا اللهم بارك. دي كام كيلو؟ 6 كيلو. 6 كيلو ما شاء الله. بصوا الكاوتش بتاعها وكل التفاصيل بتاعتها اهي. بجد الشركه كام؟ 5200. الله الحكايه دي بتتباع 5200 اهو يا جماعه. بتتباع في الشركه، بتتباع بره في شارع رجل اسواق المرشدين الكلام ده. 6400 لسه شايفه ولا امبارح؟ 6400 دي ان شاء الله تطلع يعني. لو العروسه هي بس شايفه طول البدله شويه مش اكتر. 4500. أربعة كام؟ 4500 جنيه. 4500. بصوا ما شاء الله، عايزة أقول لكم ما شاء الله ما شاء الله، الله اللهم بارك يعني للي تاخدها. حلوة زي الفل وكل حاجة مكتوبة قدامك، استعملها سهل جدا 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 جدا. تجيبيها العروسة بقى، تجيبيها لمامتك، عايزة تجددي بجد ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كل حاجتها زي الفل وكل تمارينها معاها. تمام. دي قلنا عليها 4500. 4500 ما شاء الله. طبعا الشحن موجود طول ما الفيديو شغال، الأرقام موجودة أسفل الشاشة للتواصل مع أبو شهد على طول. تمام. دي بقى دي تورنيدو، اللهم بارك. 7 كيلو. دي اللي هي بحوضين نص اوتوماتيك صح؟ 7 كيلو. 7 كيلو ما شاء الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. لوازمها تحت اهي والضمان. ولا دي فرز تاني ولا فرز اول؟ اول. تمام. بصوا الشبكه هنا اللي بتشيل الفتن والوبر والكلام ده كله. وده ايه؟ ده حوض ايه؟ العصاره. لا هي العصاره. دي فيلن ما شاء الله، حلو قوي. دي ترونيدو يا جماعه ما شاء الله جميله. دي مكتوب عليها 2200 يا ابو شهر. تمام. بتتباع ب 2050. 2050 تمام. ما احنا لازم ناخد الخصم بتاعنا، انا مش هوافق بالسعر كده على طول. بص بقى دي فريش معانا. دي برده المخارج يا جماعه بتاعه الخرطوم بتبقى من هنا برده موجوده اهي، وهنا موجوده. تمام. هنا اهو درج المسحوق موجود هنا. تمام. والمروحه بتاعتها ما شاء الله حلوه، وبرده الضمانات والحاجات بتاعتها اهي موجوده. بصوا المروحه، بصوا كذا مروحه في مروحه يعني، والخرطوم وكل تفاصيلها. وهنا الدرج بتاع العصر. بصوا ما شاء الله حلوه واسعه دي من جوه، واسعه ما شاء الله. تمام. دي ايه بقى؟ مكتوب عليها 2000. دي كده مكتوب عليها 2400. تطلع ب 2150. تطلع 2150 ما شاء الله. ما شاء الله. بصوا يا جماعه انا هشيلكم على البرامج بتاعتها، امشوا كده معايا. استعمالها سهل جدا ما شاء الله، حلو قوي وشطف وعصري يعني ما شاء الله جميله. تمام بالظبط. بصوا يا جماعه الكراتين بتاعت الشغل كله اهي موجوده هنا. انت هتاخدي الحاجه بتاعتك من الكرتينه وكله. تمام. تمام. هنشوف ايه تاني معانا. نشوف بقى الغساله الايطالي. الله دي لسه الفينه جاهزه كده. دي فرز تاني. الفل بتاعها دي فرز تاني. مكتوب هو مش هيفك. بصوا صح كده يا مشاهد اللي انت عامله. مكتوب ايه؟ لا يسري الضمان الا بعد فك التغليف وتشغيل الجهاز بمعرفه فني شركه العبد، ولا يسري الضمان في حاله مخالفه زالت. عشان كده هو ما بيفتحش الحاجه متغلفه زي ما هي. هي كده تقفلت الشركه كده. تمام ما شاء الله، تحفه حلو قوي. دي طول 7 كيلو. تمام. 7 كيلو دي 5750. 1000 لفه في الدقيقه. 1000 لفه. وديجيتال يا جماعه، دي لونها سيلفر مش كده؟ تمام. 5750 ده سعرها ولا ليه سعر تاني؟ ان شاء الله في سعر تاني. في ايه بقى؟ ده 5450. 5450. تمام ما شاء الله حلو قوي، ربنا يبارك للي هياخدها.
جامده جدا. دي بقى معانا ما شاء الله، دي اسمها ايه؟ وايرلبول. وايرلبول اهي، ديت الماني تقفيل شركه باناسونيك مجهود ال جي. تمام. 1400 لفه في الدقيقه مغسله ان شاء الله. بصوا كل تفاصيلها معاها، الخراطيم ووسط ما شاء الله المروحه والدرج بتاع المسحوق وكل تفاصيلنا. لا بجد الجردروب المسحوق هنا اهو، وكل تفاصيلنا ما شاء الله محترمه جدا، والبرامج بتاعتها هنا اهي للي حابب يشوف. جميله جدا وما شاء الله كبيره مش صغيره. دي مكتوب دي 14 كيلو، تمام، يعني ما شاء الله تاخد بطانيه مستريح. دي كده 5200 طبعا ابو شهد هيعمل لنا سعر تاني فيها. وكل دي كرتونتها يا ابو شهد. تمام. بصوا ابو شهد جاب لنا الكرتونه اهو، اهو 14 كيلو لسه احنا كنا بنقول اهو. تمام ما شاء الله. تمام. طيب بكام يا ابو شهد؟ اللي هو تصدير مش بقى اي حاجه، دي تصدير بواقي تصدير. اه تمام ما شاء الله حلو قوي على فكره. دي 5200 تقف علينا احنا كتير ان شاء الله، تطلع ب 4750 ما شاء الله، خصم حلو 4750. السلامه محترمه جدا على 8200 في الشركه و 14 كيلو كمان حلو قوي ما شاء الله. تمام يا ابو شهد، طبعا الارقام موجوده طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه، وتواصل مع ابو شهد على طول لو عايزه تشحني، عايزه تاكدي ان حاجتك موجوده قبل ما تيجي، الارقام موجوده. تمام. دي وايت بوينت. الله 17 كيلو 17 كيلو ده ميه. الله الله، بصوا الشياكه، بصي الله اكبر، بصوا بصوا الساعه بتاعتها من جوه. ده انا بقول على دي تاخد بطانيه، دي تاخد ايه؟ دي نحط فيها المرتبه ولا نعمل ايه؟ بس بصوا بجد ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك للي هياخدها. كبيره جدا من جوه، يعني الواحد ممكن يخش فيها على فكره. بص المساحه بتاعتها حلوه. بضمان سنه من الشركه. بضمان سنه من الشركه. تمام. اه وايت بوينت بضمان العبد. اه الله حلو قوي. تمام. العيب اللي فيها برضه اهي كتمه، دي 7450. اه العيب اللي فيها الخبطه اللي في الدم دي ما تاثرش، لان دي من بره يعني. تمام. مش من عند الحاجات اللي ورا، مش من عند الاجهزه الخارجيه. مش اي حاجه. اه تمام. ديت عامله 10000 جنيه في الشركه. في شركتها عامله 10. اه. عندك حاططها باربعه. بصوا ال ما شاء الله يعني. طيب دي كده 7450 عندك هنا، عندنا احنا بقى كام؟ عند ابو شهد. ان شاء الله تطلع ب 700. 700 ما شاء الله. جميله يا جماعه بجد، لو عجبتك اعملي على طول سكرين شوت، هي ما شاء الله كبيره ومحترمه جدا. دي تقضي يعني لو انت قاعده في بيت عيله وعندك هرس كتير في البيت وغسيل كتير، دي ما شاء الله تسد معاكي ما تقولش لا. ما شاء الله ما شاء الله. بقى الكولر ده لفت نظري من ساعه ما وقفت. وايت بوينت العبد تركي، بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه ده وايت بوينت، ثلاثه حنفيه وثلاجه وضمان سنه من الشركه. تمام. ده بيتباع ب 2600. تمام. تدفع ب 1900. 1900 ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم طبعا وايت بوينت غنيه عن التعريف، وطبعا بضمان العبد، يعني كل حاجه حلوه جدا جدا بجد ما شاء الله، محترم جدا، حلو قوي في حر الصيف بتاعنا ده. احنا قلنا اللي تحت دي خبزه ولا تبريد؟ دي ثلاجه. دي ثلاجه ما شاء الله تحفه. بصوا بقى الغساله اللي احنا لسه شايفينها اللي هي وايت بوينت دي موجودة هنا على بس انا بوريك الاسعار بس عشان اكون دقيقة في الكلام عشان الناس بس تتاكد بالسعر. تمام. لا عندنا احنا هنا ب 700 ومن شركتها ب 10 ما شاء الله حلو قوي. وطبعا الكولر ده يا جماعة ما تفوتوهوش بجد لقطة حلوة قوي. تمام تعالوا بقى نشوف الثلاجات مع بعض. بصوا عندنا كام موديل كده حلو جدا، هنبدا بدي. بصوا بقى معانا دي ثلاجة عرض ما شاء الله اللهم بارك، يعني بابين طبعا استعمال بس حالة ممتازة استعمال. ندخل جوه الثلاجة كده ما شاء الله ما شاء الله حلوة. طبعا هي استعمال، انت بقى خديها روشيها ما شاء الله، هي حلوة ومساحتها كبيرة من جوه للناس اللي هم بيفتحوا مشاريع او اي حاجة، دي معاكي تساعدك. تمام. دي مكتوب عليها 12500. تطلع ب 10500 ان شاء الله. 10500 متابعين يا جماعه، طبعا ما تنسيش تقولي طبعا قناه شماء الجوهري عشان تاخدي بالاسعار اللي ابو شهد بيقولها. النهارده بجد الشغل حلو قوي، جايب لنا شويه شغل ومدلعنا. ده بقى دي فريزر جاك يا جماعه اهو. ده دي فريزر جاك. ما شاء الله ديجيتال ستانلس. ديجيتال؟ تمام. اه. 7 دول. واحد اثنين الرف ده. تمام. اهو. يعني درج ايه ده؟ اثنين رف فوق. ده رفين. مش ادراج. تمام ايوه فهمت. يعتبر هو ده. معلش انت نزلته كده راح وجه ما فهمتش ده ايه. تدرج يا جماعه رفين كده، وادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس أدراج. وأكبر درجين هم؟ خمس أدراج ودرجين، الدرجين اللي في النص الكبار. اه. والدرجين اللي تحت يعني
مقاسين مختلفين تمام. وفي الدرج اللي فوق ده برضو قد مساحة الرف اللي الرف اللي فوقه بس على درج. طبعا انت بقى ايه خزني براحتك، ما شاء الله هو كبير وغويط غويط ما شاء الله، وبعدين شفاف يبين لك ايه اللي انت محتاجه تحطيه من بره. ممكن تحطي ستيكر بره عموما بالحاجات اللي انت تبقي شايلاها ولو انت فاصله شغلك يعني. وفي طبعا هنا كمان في الباب رف كده لو عايزه تحطي اي حاجه برده انت عايزاها معاكي. ما شاء الله حلو قوي. ده بكام؟ 6850. ده ايه بقى؟ 7900 في الشركه ويطلع ان شاء الله 6400 جنيه. مبروك عليكم يا جماعه السعر 6400. وطبعا مبروك علينا ومبروك على كل عرايسنا الحلوين بجد ما شاء الله الشغل حلو. طب دي ايه بقى؟ ده ايه؟ ده زجاج. زجاج صح؟ ليها لمعه مختلفه كده حلوه قوي. بس يا جماعه لونها سيلفر كده ازاز من بره. جديده جديد الموضوع ده. يا دكتور ستار تمام. وانت افتح براحتك بقى. دكتور ستار تمام. عليكي مستوى. دي هتنزل ضمان الشركه 5 سنين. دي طبعا هتبقى نقطه اللي هياخدها ضمان الشركه 5 سنين ضمانها هو جميع بدون كرتونه. بس من غير كرتونه كمان اهو الثلاجه دي بتقفل نو كروس. الفريزر الباب بتاعه ايه ده؟ الدرج لفين؟ ايه ده جديده دي؟ حلو قوي ومفصول من جوه يعني درجين في درج تمام. هنا ناحيه عوامل البيت برده موجوده تمام ما شاء الله. حاجه كامله طبعا. الفريزر بتاعها ما شاء الله واسع وحلوه جدا ومعاها ضمانها وكل حاجه. طب بكام دي يا ابو شعر؟ 5 سنين في الشركه دي والله. في الشركه بتاعت 11.5. وشايفين احنا عارضينها هنا يا جماعه ب 8750 22 قدم. ان شاء الله تطلع ب 8000 جنيه. 8 مقفولين. حلو قوي شلنا 750 كده واحنا واقفين قدامها ما شاء الله حلو قوي. في بقى دي ثلاجة بيكو. بيكو دي غنية عن التعريف على فكرة حلوة جدا. 505 لتر اهو. تفاصيل بتاعتها. تفاصيل بتاعتها. تفاصيل بتاعتها. ديجيتال نو فروست. ثلاجة رقم 1 في سوق اوروبا. ما شاء الله تمام. افتح بقى وفرجنا عليها برضو. ما شاء الله كبيرة وحلوة. بسم الله ما شاء الله. ايوه انا دخلت جوه من شوية. بصوا ما شاء الله شايفين البخار اللي خارج من الفريزر. حلو قوي. والارفف بتاعتها كام رف بقى؟ 1 2 3 4 5. ايه ده؟ ده في بصوا في درج هنا صغير وفي درج منور لوحده هنا. الله ليه ليزر ازرق كده تحفه تحفه وتبريدها ما شاء الله ممتاز. تقفل شركتنا كل الكرتون شركتنا. بسم الله ما شاء الله التبريد برده جوه هنا اهي زي ما احنا شايفين جوه. حتى باب الثلاجه تحفه يا ابو شعر ما شاء الله. فيها خاصيه الايس ميكر. طبعا البيكو اهي يا جماعه اللوجو بتاعها موجود. حتى البلاستيك بتاع من خام. بسم الله ما شاء الله. حاجه محترمه جدا. لا بيكو شركه محترمه بصراحه. طبعا بيكو اسمها تمام حلو قوي بجد. ايوه ديت هوريكي برده العيب اللي فيها اهو. بصوا يا جماعه هي ازاز من بره فهو العيب اللي فيها عشان تخرج فرز تاني فيها شرخ في الازاز من بره. ده ما ياثرش على التبريد خالص بالظبط. وممكن يتغير جدا زي ما مشاهدة قال تتصلي بالشركه وتيجي تغيريها عادي جدا بس. تمام دي مكتوب عليها 9850. شركتها حضرتك عامله 16700. شركتها ست احنا بقى الخصم ايوه عايزين ابو شهد بتاعنا بقى اتفضل. عامله 8900 8900. يا جماعه بيكو بجد شركه محترمه جدا. هاتوا منها وانتم مطمنين سواء في غساله اطباق او في ثلاجه او في ديب فريزر محترمه جدا تمام. معانا هنا بقى كمان كول ستار 18 قدم. ايوه دي بواقي تصدير زي الغساله الورد. بواقي تصدير زي الغساله اللي شفناها. تمام تمام. طبعا لسه لها المعروض بتاعتها جواها في تركه. بصوا الايس ميكر اهو موجود وما شاء الله الفريزر بتاعها واسع. المقبض بتاعها ايوه المقبض بتاع الايد اهو يا جماعه. بص متسلفنا يعني ما شاء الله لسه والضمان بتاعها والدنيا اهي موجوده برده ما شاء الله تحفه. الايس ميكر ودرجات الحراره اهي موجوده جوه والارض والدنيا. بص دي حلوه قوي. ايه دي؟ دي بتاعت الحنفيه تحط التانك ده تانك. هي ليها حنفيه ما شاء الله تحفه. عصير ميه. ورينا كده جميله اهي. الله الله صدق بالي قد كده قاعده ما خدتش بالي. حلوه قوي دي ما شاء الله. دي 18 قدم. مكتوب ايه 18 قدم. تمام. مش كهرباء خالص. بسم الله ما شاء الله عليها. حضرتك شايفه سعر كام؟ 700 اللي موجود في المعرض. تمام. يطلع 6550 ان شاء الله. 6550 ما شاء الله. الثلاجه دي تحفه على فكره حلوه. انا ما شاء الله كل ما بروح عند حاجه الاقيها حلوه. يعني 9800 في الشركة. لا بجد يا جماعة احنا المستفيدين بالعروض دي الحقوا العروض قبل ما تخلص. دي حاجات بتيجي يعني استاذ ابو شهد بيجيبها لقط الحقي وهاتي. وبرده تابعيه على القناة بتاعته هو على طول بينزل كل ما يجي له شغل جديد بينزله عنده على القناة وانا هسيب لكم لينك القناة في اول تعليق مثبت في صندوق الوصف. حد بقى عاوز ديب فريزر برضه ديب فريزر الكترو ستار. تمام. ده ديب فريزر.
ما شاء الله. العيون اللي فيه طبعا من ركنه المخازن من الركنه البياض ده اصفر شويه، لكن الكاوتش استنى بقى ورينا عشان ايه يبقى شايفين. لا الكاوتش بصوا يا جماعه اهو تمام ما فيهوش اي حاجه، بس ما شاء الله ما سلم ما اعرف نأمن برضه. والتهويه بتاعت الدرج برضه طبعا يا جماعه ده ما بيعملش تلج، ده نفروس. ده بيعمل تلج. ده بيعمل تمام. اسمه ده كريم ديفروس. ديفروس ديفروس تمام. طب كويس انا سالت بقى. ماشي ما شاء الله. ده كام درج قلنا؟ 1 2 6 تمام. ما شاء الله ومساحه الدرج حلوه. ده 4750 الكتروسفار. 4400 يطلع ب 4400 ما شاء الله حلو جدا. في كمان وايت بايت، انا حابه وايد بوينت بصراحه محترم برضه. هو نوكروس سلام مستوى تركي بقى، ضمان سنه من الشركه 6600 والضمان سنه من الشركه. كام درج؟ 1 2 3 4 ودول ايه؟ زي رفين كده. ايوه ضمان الشركه والضمان اهو موجود تمام. بصوا يا جماعه هو كنس شويه بس الدرج غويط عشان نبقى ايه الامور واضحه قدامنا. هو كنس بس الدرج غويط يشيل حلو قوي. ودي درجات الحراره هنا لما تفتحي بتلاقيها والتشغيل وكله ما شاء الله حلو قوي. ده مكتوب عليه 6600. ده ايه بس جاي ينقص رجلين بس. ده ايه ينقص رجلين؟ تمام ينقص رجلين. طبعا انت ممكن تحطيها على قاعده اللي هي تمام. ده كام؟ 6 كام؟ 6600. تعبت يا ابو شهد، انا قلت السعر على فكره. لا مش مشكله خلاص هيطلع ان شاء الله ب 5950. 5900 وكام؟ ان شاء الله 50. 5950؟ ان شاء الله. تمام ما شاء الله حلو قوي. طبعا لو عجبك الحاجه اعملي سكرين شوت طول ما الفيديو شغال، بسيب الارقام اسفل الشاشه للتواصل مع ابو شهد على طول. عايزه اقول لكم عندنا كمان هنا بقى الرفايع كلها لو معروفه بالجاكوزي. عندنا رفايع، عندنا سامحوني على الصوت يا جماعه، عندنا المكوى دي براوي. دي بكام يا ابو شهد؟ سيراميك بخار. سيراميك بخار ان شاء الله تدفع السعر قريب برضه. ب 285 جنيه بس. 285 براون يا جماعه حلو قوي. وفي كمان هنا اكتف باور، ده كاتل استانلس جوه وبره تمام. ده كام لتر؟ لتر ونص. بكام؟ 75. وفي عندنا خلاطات بقى موليليت. ده مصري ايوه. 250 يا باشا. 200 وماكينة غسل للبنات بقى. بص دي جامده جدا. تبقى ان شاء الله سعر الروطه تبقى 290 جنيه. 290 تمام. دي بنات غزل البنات اهي ما شاء الله حلو قوي. طبعا سعر حلو قوي. في بقى كمان عندنا هنا البوتاجاز التاتش مش تاتش، البوتاجاز هو السكتان العين واحده تمام. ده بكام؟ 200 جنيه. 200. في كمان عنده هنا الكولر بتاع الرحلات موجود مكتوب عليه 95 ان شاء الله بتاع 75. 75 75 حلو قوي. هو بس هو واقف كده بيضحي. عندنا كمان لبانه تيفال بكام؟ اللبان فانزي البراون. لا اللبانه اللي فوق البراون. اللبانه والله ما عارف سعرها. مش مشكله يا جماعه لما تيجوا تعرفوا سعرها. عندنا كمان ساعه الناموس اهو موجود. ده ما شاء الله مكتوب عليه قوه جذب وسعه جباره. ده كبير اصلا. 350. عندنا كمان هنا يا جماعه في لسه عندنا مراوح الساند ومراوح اللي بتتعلق في الكورنر بتاع الاوضه ومراوح سقف. طيب ادينا فكره عن الاسعار اللي بتاعت كده. ديت مراوح اسمها مراوح عقاي 18 بوصه 5 ريشه. عقاي يعني مكتوب نحاس. تمام تمام. ديت عندها 490 جنيه. 490 تمام حلو قوي. ديت فوقيها الناشونال. ديت عامله ما شاء الله عليك يعني عامله 400 جنيه. الناشونال دي 400 تمام حلو قوي. طيب في زيها ولا هي الكورنر؟ ديت 350 حوالي. دي 350 دي هي راحت فين؟ اهي يا جماعه انا مش واقفه عليها. اهي دي 350 دي اللي بتتحط في الكورنر. دي ايه؟ مراوح السقف الناشونال. مراوح السقف دي ناترا بستاي على فكره ماركتها حلوه مش وحشه. ايوه دي بكام؟ 325 تمام حلو قوي. في كمان عندنا شفاط كوميتال بكام بتاع كوميتال؟ 25 في 30 275. وعندنا كمان هنا شفاط مرتبة. الشفاط مكتوب عليه 290. ده سعر ولا لينا سعر تاني؟ ان شاء الله. الشفاط الشفاط هو نفس السعر. طب والكبة؟ الكبة ان شاء الله عندنا 550 ضد الكسر. الشفشق بتاعها الدورق يا جماعه ضد الكسر تمام. في عندنا شفاط برده هنا كوميتال. ده شفناه. وفي بقى العائله براون طعام. ايوه محضره طعام. بصوا يا جماعه كل حاجه بس ايدي صغيره كده. 3600 واط. 3600 واط. بصوا هي عصرت فواكه وكبه وحاجات كتير قوي بعضها يعني دورق خلاط ومطحنه توابل. يعني انت هتجيبيه ما انتش محتاجه تجيبي معاه حاجه ثانيه. 950 ما شاء الله جميل جدا. لسه بقى تعالوا معانا بقى دلوقتي مفرمه اللحمه. طيب تعالوا نروح الاول للمكنسه. بصوا المكنسه دي ما شاء الله حلوه. دي 2500 واط.
بطه 950 جنيه. 950 جنيه ما شاء الله حلوه قوي، مكتوب عليها اصلا 1200. الفرام بتاعتنا بقى الكوميتا اللي احنا فتحناه المره اللي فاتت واحنا موجودين ما شاء الله مساحته حلوه وجميل جدا. ده 850 لينا احنا. في سعر ثاني 600 حلو قوي. ده ايه؟ ده بالشوايه. ده بالشوايه الله ماشي. ده كده مكتوب عليه ب 1000 يا ابو شهد. يطلع ان شاء الله ب 850. يطلع 850 حلو قوي. تعالوا بقى نشوف معانا المفرمه. طيب دي فاضيه؟ هي دي باناسونيك. باناسونيك ها؟ تمام. طبعا انت بتحطي اللحم من فوق او بقى هتعملي طعميه او اي حاجه هتحطي من فوق هنا وايه وبتزقي بالفوق دي مش بايدك خالص. والوش بتاع الفرن بتاعها اهو. ده الوش بتاع الفرن بتاعها ما شاء الله. هي ستانلس معدن اهي كلها. بصوا حلوه ما شاء الله جميله اهي. دي كده موجود منها المفروض الابيض والاسود والنبيتي، بس هو عنده دلوقتي النبيتي. تمام. دي بكام يا ابو شهد؟ هي مكتوب عليها 1950. طبعا 1200 ما شاء الله. عايزه اقول لك حلوه قوي. حلوه حلوه. طبعا الشحن موجود طول ما الفيديو شغال، الارقام موجوده اسفل الشاشه للتواصل مع ابو شهد على طول. في عندنا كمان الشوايه دي. طبعا يا جماعه احنا خارجين من عيد، يعني احنا محتاجين مفرمه لحمه ضروري جدا، ومحتاجين كمان شوايه ضروري جدا. عندنا لحمه في الفريزر. طلعي بقى واعملي كل الافكار اللي في بالك، والاسعار قريبه جدا. 250 بس. 250 بدل من 275 95. تمام حلو قوي ما شاء الله. احنا عندنا كمان هنا شاشه سامسونج ما شاء الله، اللهم بارك. دي كبيره 60 بوصه سمارت. 60 الله. اتش دي تمام. المواصفات فيها سمارت اتش دي. ايوه تمام. بتشتغل برضه على التليفون. تمام حلو قوي. بتفوز بكل حاجه. تمام. سعرها عامله ان شاء الله 7000 جنيه. 7 12 ونص ان شاء الله. دي فرز اول؟ لا دي بواقي تصدير. بواقي تصدير. تمام حلو قوي يا جماعه ما شاء الله. في كمان معانا سامسونج دي 40. ضمان سنه استبدال ما عدا الكسر. ضمان سنه استبدال ما عدا الكسر. تمام. سمارت 40 بوصه. 3900 جنيه. 3900 جنيه. سامسونج يا جماعه. ابو شهد بيضحي. ابو شهد بيضحي بس بعد العيد، احنا اتاخرنا عليه شويه معلش. فهو النهارده عامل لنا عروض حلوه قوي واسعار جامده جدا ما شاء الله بجد. ربنا يبارك لكل عرايسنا. المفاجاه ان شاء الله اللي يكلمنا على المراكب ان شاء الله هتوصل. تمام. كمان ابو شهد يا جماعه عنده هنا، بصوا عنده مراكب يعني انواع كتير جدا، عنده تفاصيل كتير جدا هنا في المعرض. ضمان 10 سنين وخمس سنين استبدال مجاني. ضمان 10 سنين وخمس سنين استبدال مجاني ما شاء الله حلو قوي. تمام يا جماعه بجد الفيديو النهارده مميز جدا. انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.